جميعاً يعطيكم العافية. راح تكون 10 نقاط ضد 10 نقاط أو 5 نقاط ضد 5 نقاط عن positives و negatives, advantages و disadvantages. إحنا ممكن نأخذهم من عمل شغلة معينة, ومن الأسئلة اللي أجتني كثير إيش محاسن ومساوئ إنك أنت تشتغل في دولة قطر. بما إني أنا بشتغل في دولة قطر مهندس معماري, زي ما حكيت لكم اجتني عده اسئله عن انه انت ايش محاسن مساوئ انك انت عم تشتغل في دوله قطر. يا ريت لو تحكي لنا عن هذا الموضوع, فحبيت ان انا اعمل هذا الفيديو. وان كيس حبيت انه نحكي او نطرح موضوع معين لحتى انك انت تقدر تعرف ايش محاسنه وايش مساوئه, فشاركني فيه برضو بالكومنتس او بعث لي اياه سواء على الانستغرام او على الفيسبوك او على الكومنتس الموجوده تحت هذا الفيديو. خلينا ما نطول اكثر من هيك وخلينا نبلش الجزء الثاني. هلا بلش في الفيديو تبع المحاسن والمساوئ للعمل في دولة قطر, وخلينا نشوف شو النقاط اللي ضلت عندنا اللي ما حكيناها في الجزء الاول. يوجولي او المحاسن اللي برضه في العمل في دولة قطر, يوجولي فولوز ذا انترناشونال ستاندردز. يعني احنا حكينا قبل شوي البروسيجرز اللي انت بتمشي عليها هي الانترناشونال بروسيجرز, برضه ات فولوز الانترناشونال ستاندردز. يعني انت لازم تشتغل على المقاييس العالميه في المشاريع سبيشالي, او بحكي في السبيسيفيكلي في المشاريع في طريقة العمل اللي انت بتشتغل فيها, لا تكون international standards. بس بيهتموا في الموضوع كثير especially اذا كان تحت زي ما حكيت الحكومة او governmental project انت عم تشتغل عليه. النقطة السادسة في المساوئ اللي ممكن تكون موجودة من العمل هون, انه الفريق او الشركة تكون تفكر حالها بتمشي على international standards وهي فعليا ما بتمشي على international standards, وهون انت بتدخل في الحيط especially عند اول تسليم انت بتسلمه. اذا كان حدا او الشخص اللي بيستلم منك هو فاهم الموضوع وبده يمشي على هذيك الستاندرز, سو انت راح تعيد الشغل او راح تاخذ ريجكشن على الشغل او راح تاخذ ريفايز اند ريسبمنت. سو الفكره في الموضوع انك عند البداية ما راح تاخذ ابروفل. والمهم في المشاريع زي ما كنا بنعرف انه نيد تو كلوز ذا بروجكت. اذا انت ما كنت تشتغل على انترناشونال ستاندرز وبين, ممكن انه انت يعني تو جيت فايرد, انك انت يعني تتكنسل او مش تنطرد من الشغل او يستغنوا عن خدماتك, وسبيشالي في الاشياء السيرفيسز, ممكن التعليم, ممكن الاشياء اللي فيها يعني سيرفيس مش برودكت انت عم تشتغله او مش عم بتبيع برودكت. النقطه السابعه بحكي لك ترقية. طبعا ليش وقفت شوي في بطلع على النوت تبعي, كانت زي اللي كانه مكوب عليها مي, مع انه انا قاعد بحط نوت على الموبايل مش نوت اللي انا كاتبها ورق, فما بعرف شو الاوبشن هذا الموجود في التليفون. anyways هاي هيك رجعت صارت زي كده. anyways نكمل الموضوع. رقم 7, الترقية في المسمى الوظيفي على في المحاسن. طبعا المحاسن انك تشتغل هون, الترقية في المسمى الوظيفي على سلم الوظائف ممكن يكون سريع اذا كنت بقد حالك, واذا كنت في البرايفت سيكتور كنت قد حالك بقد حالك, فانت يو كان جيت بروموشن لاشياء اعلى من البوزيشن تبعك بسهوله صراحه. لكن اذا انت كنت بس تعمل يور جوب رول او جوب ديسكربشن او جوب خلينا نحكي ريسبونسبيلتيز, سو انت راح تضلك زي ما انت. سو الفكره هون معتمد عليك, اذا انت اجتهدت فانت ممكن تطور في الشركه اللي انت موجود فيها. ما عم بحكي عن كل الشركات ديفينتلي, لكن خلينا احكي الاغلب في المكان. اذا انت كنت مختار مكان بطريقه جيده, انت كنت عارف شو المكان اللي اخترته عشان تشتغل فيه, سو هذا اللي راح يصير معك. البارت اللي معني في هذا الموضوع من المساوئ انك انت موضوع زياده الراتب, انسى موضوع لفتره كثير طويله, لانه انت اخذت باكج ووافقت عليه, فاكيد ديفينتلي صاحب العمل مش كثير انترستد انه يزيد الراتب تبعك. سو الموضوع زياده الراتب في نفس الشركه اللي انت موجود فيها مش كثير سهل انه يصير. من المحاسن انه الانتقال من شركه لشركه ثانيه, اذا انت مش مضطر على الانتقال, اذا انت ما كنسلت من الشركه الاولى, اذا انت ما انطردت من عملك او استغنوا عن خدماتك في الشركه الاولى اللي انت موجود فيها, فالانتقال لشركه ثانيه بالاغلب يعني بوزيشن اعلى, بروجكت احسن, وباكج او راتب كثير احسن اذا انت مش مضطر للانتقال. وهذا صراحة أنا شفت إنه بصير يعني وسهل إنه يصير, لكن هي بتصفي برضو نصيب أو برضو تعتمد على شخصيتك أنت في كيف تسوق لحالك في الجوب انترفيو, فهذا الموضوع بيعتمد عليك أنت بشكل كثير كبير. النقطة اللي من المساوئ اللي معنية بهذا الموضوع إنه نقل الكفالة مش دائما هو موضوع سهل, إنك أنت تنتقل من شركة لشركة. مرات الشركة اللي أنت تشتغل فيها ما بترضى تنقل لك كفالة أصلا, تحكي لك أنا استثمرت فيك وأنا دربتك وأنا أنت هلا صرت عارف تشتغل وهو إلى آخره, أخذت الخبرة عندي وأنا ما بدي أنقل كفالتك. هذا الموضوع مرات بشكل معضلة لجنسيات مختلفة ممكن تكون موجودة في قطر, وممكن يشكل معضلة في إنك أنت لازم إيميديتلي تنتقل للشركة الثانية أو تعطي نوتس بيريد مثلا 3 أسابيع
او شهر وتنتقل بعديها ايميديتلي للشركه الثانيه او بروح عليك الشغل تبعك قبل ما تاخذ نيغوشيشنز تناقش مع شركتك او الى اخره ممكن يكون وظفوا حدا غيرك. سو هذا الموضوع مرات بياثر على عمليه الانتقال من شركة لشركة. النقطة التاسعة في المحاسن تبع الشغل في دولة قطر هو الاحتكاك والتعامل مع كل أطراف العمل. الاحتكاك والتعامل مع كل أطراف العمل، فأنت فعليا تتعامل مع التيم، تتعامل مع الصغير، تتعامل مع الكبير، تتعامل مع المدير، تتعامل مع الناس اللي فوق، تتعامل مع الناس اللي تحتك في الشغل، وتتعامل مع الكلاينت والكلاينت ريبريزنتيف، وإذا كنت أنت في مشروع تتعامل مع الكونتراكتر والسب كونتراكترز وإلى آخره. فأنت بروموتد أنك أنت تتعامل مع كل هدول الناس. سو تثقل شخصيتك ديفينتلي، بتغير من طريقتك في التعامل مع الناس، من فهمك للأمور، من فهمك للحياة، من فهمك للعمل، وبتعطيك خبرة في كل الأمور المتعلقة في الشغل اللي أنت تشتغله واللي أنت ممكن تشتغله later on، عشان هيك تصير الاستفادة أعلى. من النقاط اللي برضو أعتبرها من المساوئ اللي هي النقطة التاسعة، ممكن جدا اذا كنت انت صغير في العمر انهم يعاملوك على انك انت جد فعليا صغير في العمر او اصغر واحد فيهم، وانك انت المفروض انك انت ما تكون افهم منهم او الى اخره، لغايه ما انك انت تثبت حالك حتى لو كانوا هم مش عارفين وين الله حاطهم في الموضوع اللي قاعدين يتناقشوا فيه، انت كنت اكثر واحد خبير فيه. لكن موضوع شوي العمر على سنوات الخبره ممكن شوي ياثر على موضوع التعامل بينك وبين الناس، بسفكلي اذا كنت عامل في بروجكت تطلب خبرات في عدد سنوات معينه وانت عندك الخبره تبع هذا البوزيشن، ما عندك عدد سنوات الخبرة تبع هذا البوزيشن. يعني انت بتعرف تكون مثلا على سبيل المثال بمانجر، بس انت لسه ما صار لك 12 سنة خبرة او 10 سنين خبرة او 9 سنين خبرة او whatever اللي راح يطلبوا هذا البوزيشن، فممكن مش بسهولة انك انت تجيت بروموتد لهذا الموضوع. ممكن كتير تلاقي رفض من الناس اللي مقابلك، ممكن شركتك تحكي لك يو ار ا بمانجر، عشان هم عارفين انه انت عدد سنوات خبرة اقل فحيعطوك راتب اقل، وراح تعمل الجوب بطريقة 100% صحيحة واحسن يمكن من بمانجر بعد سنوات خبرة المطلوبة. لكن هم اعطوك هاي الموافقة او طلبوا انك انت تكون هذا الشخص، لكن ممكن الكلاينت تبعك يرفض هذا الموضوع، لازم ممكن مثلا الكونسلتنت اللي راح توافق على الشغل ترفض هذا الموضوع. سو الموضوع مش بالسهولة دائما اللي احنا متخيلينها. من المحاسن النقطة الأخيرة اللي راح احكيها انه الشغل متوفر دائما، الشغل دائما متوفر في دولة قطر. يمكن شوية تغلب وانت بتدور على انك انت تلاقي شغل في دولة قطر بالبوزيشن اللي انت بدك اياه، بالفيلد اللي انت بدك اياه، بالرقم اللي انت بدك اياه، الشغل موجود بغض النظر عن تفاصيله. بيعتمد كثير عليك انت وعلى شخصيتك انت وكيف عم بتدور على شغل وكيف طريقتك بانك انت تجيت الجوب لتسي انترفيو، وانك انت تبروموت يور سيلف للانترفيو اللي انت رايح عليها. الشغل اللي بعتبرها من المساوئ في العمل في دولة قطر انك تلاقي الفرصة وتكون قدها وجاهز لها وتقدر تحصل عليها. انت بتحكي لنا ان الشغل متوفر دائما وانك انت بتقدر تحصل على الشغل في المحاسن، وفي المساء بتحكي لنا انك انت اصلا تقدر تحصل على الفرصه وانك تكون قدها وجاهز لها. هلا ممكن تلاقي دائما انه مطلوب مثلا مانجر او بروجكت مانجر، او خلينا احكي بم مانجر، خلينا ادخل شويه تكنيكال اكثر، بس انت عارف انه انا ناقصني كذا وكذا 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 ولازم اشتغل حالي، بس انت مستني عمل ما تجيك الشغل انك انت تتعلم خلال الشغل شو بيعمل بم مانجر. فانت لما تيجي المقابله ما راح يطبطب عليك ويقول لك يلا تعال بدنا نعلمك. لما تيجي المقابله يوجوالي بيكون الشغل بالبيك، البروجكت وورك البيك تايم تبعه، او خلينا نحكي في البيك ستيج تبعه، خلينا نحكي في ذروه تازم البروجكت، هم بدهم بروجكت مانجر لانه ترك من عندهم البيم مانجر فلما تيجي انت ولاقوا انك انت ما عندك المام في كل المواضيع المهمه لهذا البوزيشن، هيك ما راح يوظفوك انت. عشان هيك من المحاسن انه الفرصه متوفره، بس من المساوئ انك انت ممكن ما تكون قدها. شغله ثانيه مثلا من اللي بسمعه من الجونيورز انه بطلب منهم او بحكي لهم او بنصحهم انه اشتغلوا حالكم حتى لو قاعد مش لاقي شغل، هلا اعمل بروجكتس افتراضيه، رندر هاي البروجكت الافتراضيه، حاول انك انت تعمل المخططات تبعتها، حاول انك انت تفهم شو الديسبلينز تبعتها. احكي لك ما بشتغل، ليه هلا اضيع وقتي واقعد اشتغل على هذا الموضوع واتعب حالي واتعب عيوني واتعب كتافي ومش عارف ايش من هذا الحكي. لكن الفكره في الموضوع انا بحكي لك انه سوي هيك عشان لما هاي الفرصه اللي بحكي لك انها موجوده تكون انت المساوئ مش موجوده، اللي هي انك انت مش قد الفرصه اللي انت راح تجيك. لما يجي حدا يطلب مثلا موديلر او فيجواليزر او 3 دي ارتست، ما راح يحكي والله تعال وبتسقل مهاراتك عندي، لا، بصير يدور على واحد اوريدي مهاراته مسحوله حتى لو ما عنده خبره في الشغل، بس هو مثلا طلع الشوت 100% بيرفكت وانا بدي فيجواليزر، ما راح اجي اخذك انت. فالفكره في الموضوع انه بليز اشتغل على حالك لحتى انت لما تيجي الفرصه اللي بحكي لك انها متوفره انك انت تكون قد هاي الفرصه وقادر انك انت
تو جيت هذا الشغل ديفينتلي اذا وصلت للجوب انترفيو. لو وصلت هاي المرحله انت دائما راح تستفيد من كل المحاسن اللي انا بحكيها وراح تتجنب كل المساوئ اللي انا بحكيها. ان شاء الله انه يكون الفيديو مفيد، ان شاء الله اني اكون وصفت كل الاشياء اللي في راسي عن موضوع المحاسن المساوئ للشغل في دوله قطر، وان شاء الله انك انت تستفيد منها، وان شاء الله اشوفك قاعد تشتغل معي هون في دوله قطر وماخذ بوزيشنز اللي انت بدك اياها وزياده. شكرا لكم، شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، اشوفكم في الفيديو الجاي. اذا شفت انه هذه الفيديوهات مفيده يا ريت لو تحطينا في الكومنتس رايك، ويا ريت لو تحكي لي عن المحاسن المساوئ اذا كنت تشتغل في دوله قطر. في المحاسن المساوئ في الشغل او الشغل اللي انت بتعمله في دوله قطر، في دوله ثانيه اعطيني المحاسن المساوئ في الدوله اللي انت بتشتغل عليها، واعطينا رايك في هذه الفيديوهات، واحكي لنا ايش ممكن انه احنا نطرح محاسن ومساوئ في فيديوهات ثانيه ممكن تفيد الجميع. اذا الفيديو مفيد اعمل لايك، اعمل شير، اعمل سبسكرايب. اذا لقيت انه انت حابب انك تسمع كثير دائما من هاي الفيديوهات فاعمل انيبل للنوتيفيكيشن بيل. اذا ممكن في شخص واحد من اللي بتعرفهم سو جو اهيد واعمل شير بليز للفيديو. وشكرا لكم مره ثانيه، يعطيكم الف عافيه، بشوفكم الفيديو الجاي.